خلونا نروح لقطر وإلى الفساد القطري وتصريحات أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دياجو أرماندو مارادونا، واللي قال أنه هيعمل اجتماع قريب مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم علشان يبحث معاه أمور مهمة بتتعلق بتنظيم قطر لكأس العالم 2022 زي ما كلنا عارفين. وأشار إلى أنه قطر حصلت على حق التنظيم بطرق خلفية، وبيوضح في تصريحات صحفية نشرتها صحيفة الاتحاد الإماراتية وهي واحدة من كبريات الصحف في الإمارات إن لم تكن أكبرها وبالمناسبة هي أولها كمؤسسة صحفية، إنه العالم كان شاهد على اللي عملته قطر بشأن قناتها الرياضية اللي بتحيطها الكثير من الشبهات. ده كلام مارادونا. مارادونا شدد في تصريحاته على إنه كثير من المنتخبات واللاعبين لا يرغبوا في اللعب بقطر، وكلام على عهدته، وقال إنه اتكلم مع رئيس الاتحاد الدولي في هذا الشأن، وعندما يأتي للزيارة سيتم الكشف عن الكثير من الأمور اللي من المفترض إنها تكون أكثر وضوحا. نجم الكرة الأرجنتيني بيقول إن في مشاكل كبيرة جدا بتحيط باستضافة قطر لمونديال 2022، وبيختم كلامه وتصريحاته بإنه مش هيخلي الساسة السياسيين يتحكمون في مصير اللعبة، وقال الكرة تدخل السعادة إلى جميع فئات الشعب، لكن السعادة دي لازم تكون نظيفة وبعيدة عن أي شبهات تحيط بها. بس كده، ده كلام مارادونا، ده كلام مصر مثلا أو حاجة. تمام، ولسه خلونا لسه هنشوف.